أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الذهاب إلى أماكن السيرك والألعاب البهلوانية؟ لا يجوز، هذه منكرات سحر، لا يجوز الذهاب إليها، ومن ذهب إليها وجلس فيها ونظر إليها يكون شارك في الإثم وشارك. أما إذا ذهب إليها من أجل الإنكار على أهلها ومن أجل منعها، هذا الإنكار المنكر. أما أنه يذهب ليجلس ويناظر ويرفه عن نفسه كما يقولون، هذا حرام. وإذا رضي به صار حكمه حكم الساحر، لأن من رضي بالسحر فهو ساحر.